يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل معية الله لعباده الصالحين حقيقية ذاتية؟ إلا أننا لا نقول ذاتية لأنها توهم الحلول عند العامة فيقعون في الكفر. نقول ما قاله السلف. السلف يقولون المعية بالعلم، معهم بعلمه وإحاطته. الله جل وعلا مع جميع الخلق بعلمه وإحاطته، وهو مع المؤمنين بنصره وتأييده وإعانته، معية خاصة. ولا نقول بذاته، هذا ما قاله السلف، اللفظة ذي ما قاله السلف، فالإتيان بها بدعة، لا يجوز الكلام. نعم.